مساء الخير جميعا. بدايه يسعدني الترحيب بصديقي فهد الهندال، والترحيب طبعا بكل الحضور اللي يعني الحمد لله لسه موجودين في الكويت، ساعات موجودهم النهارده. ويسعدني استضافه الكاتب والناقد فهد الهندال للاحتفاء بكتابه الاحدث ضفاف اخرى، الذي يتناول جانبا من افكار واعمال طيب الذكر اسماعيل فهد اسماعيل، الصديق الذي لا زالت ظلاله تحيط بنا واعماله تؤنسنا وسيرته موضعا نستبق لكي نردد تفاصيل بها، لانها تخصنا بشكل ما، ولانها تمثل لنا موضع شوق ايضا ربما، وفرصه لتذكر هذه السيره الطيبه، وايضا وربما اساسا لاستدعاء واعاده قراءه اعماله التي اسس بها مشروعا روائيا كبيرا ومهما في خارطه الادب العربي. كتاب ضفاف اخرى تضمن مقدمه حول ابي فهد وخارطه مكثفه لابرز سمات اعماله، ثم يتضمن مجموعه من الحوارات التي اجراها فهد الهندال معه، وبها تتضح ملامح عديده حول علاقته بالكتابه وتفضيلاته وتقنياته وافكاره، ثم مجموعة دراسات نقدية عن بعض الأعمال. وفي هذا الحوار سنحاول أن نتعرف من الصديق العزيز فهد الهندال على مشروعه الذي ابتغاه في الكتاب بشكل أكبر، إضافة لموضوعات أخرى مما يثيره الكتاب. فهد الهندال طبعا كاتب وناقد، له عدد كبير من المقالات النقدية والأبحاث، حصل على ماجستير أدب ونقد في اللغة العربية وأدبها من جامعة الكويت، له عدة إصدارات منها العالم الروائي للطيب صالح، الفكر والحجر تأملات ذاتية في مدارات الهوية، النبوءة والسحر قضايا شعرية في التراث النقدي، بالإضافة إلى كتاب قصد فيه هو عتمة الكائن. وطبعا هو مؤسس دار الفرج أيضا. طبعا يعني احنا نبدأ بالسؤال التقليدي عن يعني فكرة الكتاب، متى بدأت وكيف انتهت يعني، والفرق ما بين يعني ما طمحت إليه وما أنجزت فيه. بداية طبعا مساء الخير جميعا، وشاكر حقيقة لمنصة الفن المعاصر كاب، وأيضا لصديق إبراهيم فرغلي على هذه الدعوة الكريمة للحديث عن هذا الكتاب، طبعا اسماعيل فهد اسماعيل ضفاف اخرى. ويمكن هذا يمكن اول يعني لقاء مع هذا الجمهور، يعني سبق ذلك كان في حوار ضمن نادي قراءه، فاطمح ان شاء الله يكون ايضا حوارات اكثر، اضافه الى حوار صديق ابراهيم يكون ايضا مع الجمهور. الفكره يعني هي جاءت ضمن مشروع كان من المفروض أن يرى النور، بأن يقوم عدد من الكتاب والنقاد في الوطن العربي أو ممكن إقليميا في منطقة الخليج باستضافة عدد من الشخصيات وإجراء حوار معهم عن المسيرة والسيرة الأدبية وأيضا ما تعلق مع سيرة الكتابة. وكنت أنا من أحد المشاركين في هذا المشروع، فطبيعيا حقيقه الشخص الذي يعني جاء في بالي في ذلك الوقت اللي اطمح فعلا انه يكون لي حوار معه، وانا يعني قرات له اعماله، هو الله يرحمه ابو فهد. فكلمت على ابو، قلت ابو فهد انا عندي مشروع هو حوار راح ينشر ضمن حوارات اخرى لعدد من الكتاب في الوطن العربي، واطمح انه يعني يكون يعني موافق لهذه المشاركه. فعلى طول يعني ابدا موافقته وما تردد، والحمد لله يعني ابو فهد انا يمكن سبق لي تجربه سابقه من خلال عملي في الاذاعه، اجريت معاه لقاء للاذاعه يعني كان حلقتين، كل حلقه تقريبا ساعه، واقدر اقول اني انا تركت انطباع جيد عن ابو فهد في مساله الحوار، نوعية الأسئلة، لأن غالبا بعض الأدباء خاصة في يعني حجم أبو فهد الله يرحمه يعني دائما يعني يفكر في مسألة الأسئلة التي قد تأتي أو المحاور التي قد تطرح عليه أو
ثقافة هذا الشخص المحاور اللي معه، هل يكون هو مطلع، هل هو قارئ، ولا جهز أسئلة وينتظر الإجابة بشكل يعني مباشر؟ فلذلك فضلت أن يكون الحوار مباشر معه، يعني جهز أسئلتي وطرحت معه، كانت معي مسجلة، وسبق من الحوار يمكن 3 أيام، كل يوم تقريبا 2 إلى 3 ساعات. بعد ذلك قمت بمسألة نقل المادة المسجلة أو المسموعة إلى الورق، هذا أخذ مني بعد وقت طويل. وبعدين عرضت حق فهد، قرا المادة وشافها وطلع عليها. طبعاً كنا حريصين جداً في هذه المادة أو في هذا الحوار أن نبتعد عن الأمور الشخصية، هذا حوار أدبي يعني يقام مع فهد، ما نبي ندخل في أمور شخصية قد يتحرج هو منها مستقبلاً، قد يتحرج المشروع أو صاحب أو من مشارك في هذا المشروع أن قد تكون سبب في عدم نشره. ولذلك هذا الكتاب جاء بصيغة أدبية بحتة تماماً في لقاء مع فهد الله يرحمه. فعطيت الحوار قرأ، بعدين دق عليه تلفون، شلون شفار؟ تمام ما يخضر، نعطيكم يعني ترامة شوي صار بيني وبينه. فقال لي أنا ما أدري والله، كأني متردد إنه ينشر. ليش بفهد؟ يعني أنا مشتغلين، عندك اعتراض على شيء معين؟ قال لي لا ما أدري، وهذا يعني حسيت فيه عنده تردد، ما أدري ليش صار يعني الموضوع هذا. أنا بصراحة زعلت، يعني زعلت من بفهد، وهو عارف إن أنا زعلت من هالشغلة. اللي صار ان المشروع هو بالاساس هم بعد ما استمر، يعني كانه توقف، وكان المشروع مجرد ما شاف انه ابو فهد يعني نوعا ما تردد في الموافقه، المشروع كانه توقف يعني سبحان الله. فبعد فتره شفته يسلم علي في معرض الكتاب، كنا في جناح الفراشه، فقال لي انا ادري انت زعلان مني، تريان زعلان منك. قال لي خلاص انت ما تبي تطبعه طبعاً. عندك الموضوع. قلت له خلاص ان شاء الله اكيد. قال لي إيه لا خلاص عندك الموضوع، انت كيفك، انا متاكد ان بيدي امينه وانت ما شاء الله عليك عارف شلون تدير الماده واخرجته وخلاص. فسبحان الله مرت السنين. هذا كان مثل الحديث، هذا الكلام سلمك الله كان ب 2012 او 2013، يعني التسجيل كان ب 2011، هو بعد 2 سنين يعني إيه قال لي عن الموضوع هذا. فقال لي خلاص انت انشره بالوقت اللي تبي. قلت خلاص خلي الموضوع عندي ان شاء الله. ومرت سنين وانتظر، وانا حقيقه كانت عندي امنيه اني اطبع له عمل روائي، وكلمته وقلت له طبعا وفهد عنده الخيارات المتعدده، فقلت يمكن هذا سبب تاجيلي لهذا الكتاب، ان انا اطمح اني اطبع له عمل روائي. طبعا الله يرحمه توفى العام الماضي، شفنا طبعا هذه التفاعل مع رحيله، وهو يستحق طبعا هذا التفاعل والناس. انا كان في هناك افكار في بالي، يعني ودي اعمل شيء. اذكر اني انا كتبت عنه الله يرحمه ونشرته في موقعي الخاص، ما تزال انت في شيء ودك تنشره، ودك انك يعني يكون شيء مكتوب ومنشور بحيث انه ممكن الناس تستفيد منه، خاصة كحوار، حوار نقدي يعني من ناقد مع روائي، ما يعني ما كثرت مثل هذه التجارب يعني. فبقيت في هذه المسألة من شهر 9 لشهر، مرت الشهور يمكن لشهر بداية السنة، فردت الفكرة مرة ثانية. فهدي طبعا موجوده، قالت لي ايش رايك انت اساسا عندك موضوع، عندك مشروع، ليش ما تشتغل فيه مره ثانيه؟ قلت خلاص. فتحمست، طلعت اوراقي، جهزت اموري، فاشتغلت. وكنت حاط في بالي اني لازم اطبع الكتاب قبل معرض بغداد، كان في شهر 2 2019 اللي طاف، لان ابو فهد عنده يعني حبايب كثيرين في العراق وفي معرض بغداد، ويعني مثل ما هو حبايبه هني وفي كل مكان، فحرصت ان الكتاب يطلع قبل معرض بغداد، فاستعجلت عليه بهذه المساله. فطبعنا والحمد لله وراح الكتاب. فالحمد لله انا من داخلي طبعا كان اول معرض بغداد، بعدين معرض مسقط، بعدين معرض ابو ظبي، معرض الرياض، يعني شارك في كتب وفي بعض
الأماكن الأخرى. فأنا هني نوعا ما يعني أقول هل هي كانت حكمة أن يأتي الكتاب في هذا الوقت يتأخر؟ لكن إذا قلت لي شنو طموحك، أتمنى لو يعني الله يرحمه كان موجود كان ناقشت بتلك الآراء اللي تكلم عنها في 2011. لأنه أنا كان عندي ملاحظة طبعاً لما قرأت الحوارات إنه هو مش كتاب يخص بس أدب إسماعيل فارس إسماعيل، لكن أيضاً هو في أجزاء منه ممكن تستشف منها، يعني تعتبرها زي وثيقة كده تاريخية. صحيح. تكلم عن الربيع العربي، تكلم كثيراً عن حتى وقت منتقى الثلاثاء والمنتدى، يعني طموحه أنا ذاك فكرة يعني العمل الثقافي الأهلي في أشياء كتير. بس ده مثلاً ما خلاكش أنت ممكن تعمل يعني زي قراءة إضافية لهذا الحوار بعد ذلك، لأنه في وقت عدى أصبح في كلام حتى من اللي هو قاله صحيح مع الوقائع محتاج أنه مثلاً يشار بده. هل حسيت أنه هو في فعلاً في هناك يعني فكرة وأتمنى إن شاء الله يعني تتطور مع الوقت، يعني فكرة خلينا نقول أن هي دراسة قد تكون مطولة يعني لبعض يعني جانب فني في أدب فهد مثلا وربطه مع يعني خلينا نقول رؤيته هو ككاتب للعالم المحيط فيه. يعني وفهد يعني من خلال الحوار وحتى رواياته ولقاءاته الأخرى يعني كان له احتكاك مع الحدث العربي بشكل مستمر، يعني ومع تغيرات حدثت في المنطقة، تغيرات سياسية اجتماعية أدبية على مستوى يعني حتى مستوى يعني سواء على مستوى المثقف أو حتى على مستوى المواطن العادي. فمثل هذا الخزين ومثل هذه الأفكار أنت ممكن تفتح لك أبواب أخرى لدراسات قادمة سواء لي أو لغيري. أنا أتمنى وإن شاء الله في فكرة موجودة ان هذه الحوارات ممكن تفتح لي افاق اكبر لدراسه اعمال، يعني وهذا انا الامر جربته يعني سابقا في دراسه يعني طيب صالح وكان عنوانها يعني من سارد النص الى كاتب القص، من سارد القص الى كاتب النص، وكان هناك في ربط. وهذا شيء طبيعي ان تكون الشخص انت عندك حوار معه، عندك مثلا هذه الاطلاع على علاقته مع العالم المحيط فيه، مع الكتابات، يعني خاصة أبو فهد الله يرحمه يعني في سنوات الأخيرة كان له احتكاك كبير مع الكتاب الشباب، كان دائما يتواصل معهم، مطلع على تجاربهم، تفاعله مع السوشيال ميديا، يعني هذه ترى من الأشياء اللي يعني نادرا ما تجدها في يعني عند كاتب يعني بحجم أبو فهد الله يرحمه. فهذه ممكن يعني ان شاء الله هو وفي فكره حاليا ان انا استفيد من هذه. لان انا فعلا كان عندي ملاحظه عن الجزء بقى الخاص بالقراءات المقريه اللي في الاخر، هو كان عن يعني برضو في الاخر عدد محدود من الاعمال، مجموعه ما لا يراه نائم وبعيدا الى هنا والحدث بقيه وفي حضره العمقاء. وهو كان عنده يعني حصل يعني في حدث العمقاء نفسها هو عمل لها جزء ثاني، وايضا كان في العبود يعني الفتره الاخيره كان عنده منجز يعني اكيد. فكنت عاوز اسالك يعني هل ما كنت مثلا تحس انه ممكن تنتظر يعني هذا الكتاب هو مشروع مستمر وقابل لان اضيف عليه دراسات اخرى قراءات اخرى افتح من الحوار اللي كان بينه وبين فهد الى دراسات يعني تختلف، قد لا تكون فقط دراسات نقديه، قد تكون دراسات فكريه في الفكر الروائي اللي موجود عند فهد. فالكتاب انا ما اعتبره انه هو صدر وانتهى موضوع، بل هو مشروع مستمر معي. هو نفسه اعتقد انه كتابته كان فيها فكره المشروع المستمر، يعني في جزء من الحوار كان متكلم على فكرة غربلة الأعمال، إنه هو يعني وعملها أعتقد في العفون إنه أعاد كتابتها واختصر منها كثيرا وكذا. يعني هل ممكن تدينا فكرة مبدئيا على الجزء ده ورأيك أنت في فكرة غربلة العمل الأدبي؟ إيه هو يعني كان عنده مسألة النشر،
هذه مسألة خطيرة جدا. فكان من حواري معه على بعض الجزئيات أن في بعض المخطوطات التي لم ترى النور إلى الآن، يقول أنا عندما أعود إليها أجد أنها غير ناضجة، فأنا أصبح أمام خيار أني يمكن يكون مصيرها الحرق أكثر من النشر. وتحدث أن النشر ليس بخروج المخطوط من أول مرة، يمر بأكثر من مرحلة. يعني هو قال يمكن تجد إلى يعني كتابة أولى، كتابة ثانية، كتابة ثالثة، ثم تجد هل هذا العمل أصبح ناضجا للنشر. فكان يؤكد على قضية النشر، وهذه أنا أتصور هي يعني كانت رسالة للكتاب الشباب بأنهم لا يستعجلون النشر، دائما يجب أن يكون هذا الكتاب يعني أو هذا المشروع أو هذا المخطوط يمر بأكثر من يعني مرحلة في مسألة الكتابة والقراءة. طبعاً معنا أساتذة يعني كبار ويعرفون هذه النقطة، بأن الكتاب ليس فقط أن يخرج من شكل المخطوط إلى المطبعة على طول. فمفيد كان وايد حريص على هذه النقطة، حتى سألته سؤال قلت له أن في عندك وايد أعمال أتصور ما تزال مخطوطة، يعني هل أنت يعني مستعد أنك أنت يعني تنشرها مستقبلاً؟ قال لي لا، يعني بصريح العبارة أنا أفضل أني أتلف أو أحركها ولا تقع مستقبلاً بيد الورثة أو أحد الورثة ويقوم بطباعتها وتكون هي أساساً لا تناسب مسيرتي أو اسمي. فكان حريص جداً أنه، وأعتقد يمكن إحنا ندري أن فعلاً مفيد قام بحق عدد من أعماله اللي لم يعني ترى النشر. فهذه من الأشياء، من الرسائل اللي كانت موجودة في هذا الحوار، أتمنى إن شاء الله أن تصل إلى الشباب بأن يعون أن مسألة الكتابة هي ليست بهذه السهولة، وإنما يعني صعبة جدا في مسألة خروج من المخطوط إلى النشر. من الأشياء اللي تناولتوها في الحوار الكلام عن الفرق بين القصة والرواية، هو يرى أن القصة يعني فن يشبه الموسيقى. صحيح. يعني والرواية ثرثرة كتابية. أولاً ما رأيك يعني في الفكرة دي؟ أنا أقول لك مفهد يعني في حواري لما أتكلم عن القصة أنا وجدت يعني رجل معجب ويعشق القصة أكثر من الرواية اللي هو طبعاً اتسع فيها وكتب، وكان يذكر بعض النقاط اللي أنا أعتبرها حقيقة شذرات بالنسبة لي، أن القصة تكمن في شعلتها، في اشتعالها، ويبقى هذا الاشتعال إلى نهاية النص. لهذا حتى في عنده يعني أمثلة لبعض الروايات اللي كان العالمية كان يعجب فيها ويعود إليها تاليا، يقول لأن كان الفصل عبارة عن قصة، يقول لو ينشر لوحده كفصل هو بحد ذاته قصة، يقول لأنها مكتملة من خلال بداية الحدث، الحبكة اللي فيه، الجذوة اللي موجودة من خلال طبعا الشخصيات، الحدث اللي يتنامى فيها. فكان مفيد على الرغم من عنده 3 مجموعات، لكن الرجل عاشق كبير للقصة، وهذا الشيء يعني أيقن في بالي أن هذا الرجل. فكان يقول إن كنا أنا معتاد سابقا أن كل أسبوع عندي قصة أكتب قصة، وقلت أنشرها في مجلات سواء كانت في العراق أو مثلاً في الكويت أو في بعض عدد من الدول الأخرى، في منها يقول منع، في منها تم أجزاء منها، في بعضها لا يعني نشرت كما هي. فوجدت في عند مفهد حب كبير للقصة، لهذا هو وصفها بأنها أشبه بالمقطوعة الموسيقية، أن يعني تبقى على قصارها لكن المقطوعة الموسيقية أنت يعني تتناغم معها وتستمع إليها، على خلاف القصة الرواية اللي أنا توقعت أن أبو فهد طبعاً مو معناته أنه هو يعني يذم فيها، لا بالعكس هو يشيد بالرواية، ولكن هو أراد أن يلخص لنا معاناة الكتاب الروائي لأن هي مشروع. في نفس الوقت اللي كنت أنا حاوره كان يكتب عملين، كان هي العنقاء، وأشار بطريقة إلى رواية ناجي العلي اللي هي حنظلة، وكأن أيضاً مر على طيف رواية اللي هي طبعاً ذكر رواية عندما رأسك في طريق واسمك اللي مع قاسم موجود، يعني كان الرجل كان قاعد يعمل، إضافة إلى اللي هي رواية الظهور الثاني اللي باللعبون. فتخيلوا هذا اللقاء في سنة 2011 وفهد يتكلم وهو قاعد يعمل على عدة أعمال روائية،
يعني الله يرحمه إنه كان عنده هذا الوقت اللي يكتب ويحاول إنه يجمع قدر ما يستطيع من وقته ومن جهده في توزيعه على هذه الأعمال. حتى أنا هذه يعني من خلف باب يعني تلطيف الجو أذكر سألني عن هذه عندما رأسك في طريق فقال لي قريته أبو فهد أنا قريته اسمي صار بطريق ورأسي صار بطريق لأن فعلاً الكتابة كان معتمد عليها كتابة مختلفة نوعية تماماً بالتناغم والتشابك مع نص قاسم حداد. أبو فهد يعني ليس كل عمل روائي تقرأ له أو عمل قصصي تصل إلى المقصد الذي كان يرمي إليه. يعني حتى في أبسط قصصه اللي هي ملاحظات بائع الألعاب أو ملاحظات بائع ألعاب للأطفال على الرغم أنها مباشرة وأنها بسيطة جدا لكن هو كان يختلف كان يدخل إلى خلجات النفس البشرية في هذا العامل في هذا المكان الضيق وهو الدكان ولديه أوامر صارمة بأن يلاحظ الأطفال ويهتم في مسألة يعني عدم التفريط وعدم تمكن الأطفال بسرقة ومع هذه الحيطة ومع هذا التنبيه ومع هذا التشديد استطاع طفل أن يسرق مرتين. فهني كان هذا الاشتغال الفني في القصة. فأبو فهد يعني عاشق مهم يعني عاشق كبير حقيقة للقصة. كان أثار فكرة تحويل الأعمال الروائية لمسرحيات يعني وهو له كذا عمل هو ملف الحادثة 67 تحول أعتقد إلى فيلم تونسي في تونس أو عمل مسرحي وأيضا جزء الشياح أيضا تحولت إلى فصل منها أعتقد إلى 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 عمل مسرحي. يعني أعتقد كان في نقاش برضو أو حوار في جزء من الحوار على فكرة المكان يعني في يعني أنت لما بتحول عمل روائي إلى نص مسرحي ده معناه إنه هل 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 تلتزم يعني هل تلتزم النص المسرحي بالبيئة المكانية اللي بيعبر عنها النص الروائي ولا المسرح ممكن يعني طبعا يعني الكتابة حد ذاتها يعني سواء هذا الشيء يعني وضحه أبو فهد وأنا متأكد هو يؤمن بأن المكان هو ينفتح بشخصية العمل وأيضا بشخصية المتلقي. يعني أنا ممكن أكتب عمل دارت أحداثه مثلا في العراق ممكن أن يتلقى هذا العمل شخص يرتسم ويعيش هذه الأعمال أو هذه الأجواء في المغرب العربي. فهذه الفكرة أن المكان قد يكون المكان لا يكون مؤطرا بفكرة المكان الجغرافي بقدر ما يكون مؤطر بالقضية الإنسانية. ولهذا الشخصية الإنسانية أو الروائية عند أبو فهد هي شخصية إنسانية ممكن تجدها عند العراقي عند الكويتي عند المصري عند المغربي وغيره من ذلك. فهو عند هذا الانفتاح في الكتابة الروائية. كان أنا عايز أسألك بس على موضوع ال يعني بالرجوع لموضوع القصة ما تفسيرك أنت الشخص بقى لفكرة إنه يعني في ظاهرة في الكويت إنه في جيل طالع كله بيكتب رواية القصة ليس له ما عندك فكرت يعني في الحكاية؟ يعني شوف أنا أعتقد الآن أصبح الشغف أو يعني أكثر التركيز من الشباب هي على فكرة كتابة الرواية. شيء طبيعي أنت عندما يعيش هؤلاء الكتاب الشباب في هذا العصر وفي هذا الزمان وهناك مجموعة خالد نصر الله بسام الشاب أو الكاتب الشاب هو يرغب في أن يكون العمل بالنسبة له سريع في مسألة الكتابة والخروج. ولذلك دائماً يعتقدون أن الكتابة الروائية هي أقصر طريق لذلك الأمر وهي أصعب من ذلك في حين أن المجموعة القصصية والقصة هي أنا أعتبرها مثل المسألة يعني مثل المساحة التجريبية في اكتشاف هذا الكاتب لإمكانياته لخبرته لرؤيته وأيضاً في مدى تواصل المجتمع
والقراء مع هذه التجربة. هناك كتاب نجحوا وتعرف عليهم الجمهور من خلال مجموعاتهم القصصية، وبالتالي مع الوقت تطوروا إلى موضوع الرواية. هناك كتاب أيضا تعرف عليهم الجمهور من خلال الكتاب الروائي، ولكن أراد أيضا أن يفسح مجالا وتجريبا في الكتابة القصصية. الرواية هي ليست ظاهرة، هو اتجاه طبيعي ليس في الكويت وليس في المنطقة، وإنما هو اتجاه عالمي، أن هناك من يرى الرواية. طبعا هناك في عوامل المسابقات، الحضور الإعلامي الذي تتميز فيه الكتابة الروائية، تعطش الناشرين دائما أن العمل الذي سيقدم بالدرجة الأولى يسأل هل هو رواية؟ إذا مو رواية يعني يمكن يقول لك القصة بعدين مسرح ثم يأتي الشعر. يعني الشعر الآن أصبح متأخر في هذا، بحسب طبعا هوية ورؤية هذا الناشر في كتاباته. في بعض الناشرين لا، يقول لك أنا أنشر الأعمال القصصية أو الشعرية، ما عنده اهتمام كثير في يعني هو كاتب يعني ناشر نوعي أو خلينا نقول يعني عنده يعني قناعة شخصية بهذا الأمر. لكن الرواية أصبحت الآن هي مثل السلعة اللي الآن أصبح لها سوق متداول مع ظهور الترجمة. إذا أصبح هناك تداول في أكثر من لغة، ما ذكرت المسابقات لها دور. معظم المسابقات التي تنظم عالميا أو إقليميا هي تتجه إلى الرواية، إلا اللهم في مسابقات بسيطة، ويمكن أبرزها مسابقة يعني الله يعطيه العافية أبو فرح، اللي هي مسابقة الملتقى للقصة العربية، ويعني هذا إعاد ثقة حقيقة في القصة العربية وفي كتاب القصة بأن يعني يستمرون في الكتابة القصصية. لذلك هو اتجاه، أنا أتوقع الشباب مع الوقت هو اختبار لهم لكل كاتب على حدة، هل يستطيع أن يستمر يكون نفسه طويل في الاستمرار في الكتابة الروائية، أم أنه يتوقف أو يحاول أن يتجه بالتجريب القصصي. كان لفت انتباهي في الحوارات اللي اشرته لمحافظة عبد الرحمن بدوي لما اتكلم على فكرة أسبقية الغرب 300 سنة، وبعدين هو سأل طب يعني احنا قدامنا 300 سنة عشان نلحق بيهم، فقال لا 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 600 سنة 600 سنة. لكن يعني كان لما قريت ده انتبهت ان هو يعني في اعماله الادبية غالبا العلاقة مع الغرب ما كانتش شغلات في الإنسان قومي عروبي، وبالتالي هو يتجه إلى البيئة التي عاش فيها. رجل عاش في العراق، والعراق بذلك الوقت كان هو موطن لهذه القومية ولهذه العروبة، وبطبيعته أيضا هو رجل يعني أنا ما أدري فهد الله يرحمه على آخر حياته بقى يساري ولا لا، بس هو أيضا رجل يساري يميل طبعا إلى الـ يعني إلى هذا الاتجاه أو إلى هذه الضفة المختلفة من العالم أو المقابلة للضفة الأخرى. لكن مفهد إنسان عربي، حتى لما كان يتكلم عن الربيع العربي كان جدا متحمس وكان يشيد بهذا الحراك. هذا السؤال اللي أنا يعني كان ودي أسأله حق مفهد بعد هذه السنوات، هل كان رأيك يعني هل كنت يعني ما تزال على ذلك الرأي أم أنك راح يعني تغير وجهة نظرك؟ رأي كل إنسان معرض أن يعني يكون له وجهة نظر مختلفة من وقت إلى آخر. طبعاً أنا متأكد أنه في ملاحظات وأسئلة وتعليقات، فأنا أنتقل من فهد إلى أسئلتكم. يعني فهل من تعليق أو أولاً نشكرك على إصدار هذا الكتاب ونهنيك. وأول أحب أسأل شلون كان استقباله في البلدان اللي رحت فيها معارض الكتاب؟ هذا أول سؤال. جاوب. الحين جاوب. أحسن. أوكي. هو طبعاً في بغداد كان حلو، يعني كان كتاب له حضور يعني. وكثير من الناس يسألوني عنه، هل هو موجود في المعرض في معرض بغداد، في معرض مسقط كذلك يعني صار له حضور طيب يعني.
يمكن هذا اكثر معرضين صراحه. فانا الحين معول على معرض الكويت اضافه طبعا الى عدد من الاصدقاء طلبوا من زاكو يعني ان شاء الله توصل لهم. ما ازال يعني في مساله التسويق لهذا الكتاب. يمكن بعض الناس نوعا ما الكتب الحواريه شويه تهيئون منها، لكن كتاب مثل او هذا الحوار مع ابو فهد انا ما قاعد اتكلم عنه باب اسوق له لان يعني كتابي هو محتاج حقيقه ان القارئ او بالذات الكاتب الشاب انه يطلع عليه. هذه الخلاصه اللي تكلم عنها ابو فهد، ومو بس انا، كثيرين اجروا حوارات مع ابو فهد وبين وجهه نظره وعنده جانب من الخبره في الكتابه وايضا في ابداء بعض وجهات النظر. اتمنى ان شاء الله انه مع الوقت انه يحصل يعني تسويق اكثر. سؤالي الثاني، انت ذكرت كيف هو احرق الاشياء اللي ما يبيه، وكلنا نسوي كذي، بس مو بحرق. الحين صار في جهاز تحط فيه الورق وياك ما في داعي حق واحد يطمن انه بعد ما يصير. اي بس اللي عرفته انا كان ابو فهد قاعد يكتب روايه قبل ما يموت، وانا كاهو ابو مازن قال سالت ابو مازن قلت له الرواية راح تطلع، قال لي على ذمته، قال لي لا قاعد اشتغل فيها وان شاء الله بتطلع قريبا. يعني الرواية افتكر ما زالت موجودة. شنو راح يكون مصير هالرواية؟ يعني هو الخوف مثل ما قلت ورده، ولا حد سأل عن الكتاب، يهمهم اشياء ثانية الورد. فأتمنى أنه هذه الرواية تنزل حتى لو غير كاملة بسبب وفاته، وفي كثير أعمال غير كاملة تنزل. فياريت تتقصى من الصديق أبو مازن هو الوكيل حاليا وتشوف وين الرواية. شكرا لك، أنا ما بي أطول بس كان هذا يعني شيء. الله يعطيك العافية، مشكورة. أنا لازم نرد الحين ما دام اسمك نسمة تسلوم، تفضل. في تعقيب لعدد من الشغلات. اولا اسماعيل فهد اسماعيل اممي قبل ان يكون قومي، يعني هذه والى ان اخر لحظه في حياته لم يستثني هذا الامر. في حاله الاتلاف في 2016 2017، انا دائما احرص على ان لا اخليه يتلف شيء، ولكن للأسف الشديد في غيابي حصل شغلة أنه أتلف كمية كبيرة من المخطوطات، في انتقل من مكتب إلى مكتب. فحتى العمال اللي شاركوا هذا كله ذكرته عن الحين كتاب اليوم، أو يمكن استلم خالد النصر الله اليوم ك يعني اليوم أغلقت آخر صفحة اللي اسمه شجون الحكاية رفقتي بإسماعيل فهد إسماعيل. المسألة أنه هو يعني أنا عثرت على مجموعة قصصية، هو في أمور يحاول أن يعني حتى لأبرئ ذمتي. هناك من يعجبه أنه تنزل هذا، هي ليست برواية، كل واحد يشوفها من منظوره الخاص. ربما أن تكون ذاكرة مكان، ربما أن تكون يعني حياة يعني الخطوات الاولى لعمره او لاخره، يعني كل واحد يقراها من صفحته اللي يشوفه هو. لانه انا يمكن ما اعتبرها روايه، غيري يعتبرها ذاكره مكان، اخر يعتبرها وهكذا. بس هذه وانا اتفقت مع الورثه حتى لا احمل نفسي ذنب باكر، انا الان لما كتبت رحلتي وياه حتى اضيف معلومه، يعني مثلا الحين انت تحدثت عن شغله حادثه 67، انا فصلتها تفصيل بطيتها كل قاموا باخراجها او تقديمها على ساحه الفن او النقد او شيء. المساله المهمه جدا، وهي انه اسماعيل فهد اسماعيل بقراره نفسه يتخذ القرار، الشيء اللي معاجبه يقوم بتقطيعه. لأن أنا عندي الحين مجموعة قصصية. والرواية؟ لا، الرواية عند محمد الضير حاليا. بس يخلص لي أبدي، لأن ما أريد
يعني أعمل فن. لا مكتملة. لا ما مكتملة. هي ما لازم بالورقة يمسكها. مو هذا ليش مطيها لمحمد الصغير أنا؟ آه. يعني أخذها شخص موجود هنا حاليا ما أقدر أقول يلا خلي عشان لا أتكلم. فال يعني المسألة بالنسبة للأستاذ إسماعيل فهد إسماعيل كما تحدثت أنت ليس ملك لأحد لا لبلد ولا لجغرافيا وإنما رجل أمومي مفتوح على كل العالم. يعني لو أخذتم ولو رحت يمكن أطلع شوي خارجهم لو أخذتم الوضعية إسماعيل لوجدنا كتب رباعية عن العراق كتب الشياح عن لبنان وطبعا بس تعقيب الشياح مثلت ثلاثة أفلام تقريبا صارت ومخرجيها وكاتبهم أنا واحد وراء واحد. وأما الحادثة فالحادثة 67 لأن هي أخذت حيز كبير من ناحية أدبية وفنية فمثلت على في بغداد مثلت عام 78 مسرح في تونس مثلت فيلم ومسرح في بيروت في أعتقد شاركت هي في باريس في فنان سوري أخرجها وقدمها في باريس. اللي قدمها هنا عام 78 اسمها الدكتورة الحين طارق هاشم وإجا في مثل مسرحية ذوبان الجليل عام 2003 هنا. أعمال الفنية أخذت وبالذات لما كان يعني يعتز بعلاقته في مصر فقدم لها ثلاث روايات النيل يجر شمالي والنواطير والنيل الطعام والرائحة ختمهم بثلاثية قدمها وفاء لمصر وأصحابه اللي هم صلاح عبد الصبور وعبد الرحمن الأميرودي والتوني وإلى آخره كل الأشخاص. الحمد لله يعني أنا أقول ولو راح أسوق الكتاب من الحين ما خالف أقول إنه راح يعني يكون به جزء بسيط من هذه الذكريات ومن هذه الحكايات وإلى آخره. فأنا مصنف التصنيف فأرجو يعني فقط أنا أعقب على كلام الأستاذ فهد بأنه هو لديه مخطوطات ولكن للأسف الشديد قام بإتلافها. يعني أنا الحين صدت الكرة والباص اللي هي مجموعة قصصية ولقيته مقطع القصص القصيرة اللي ما هو ما داخله بمخ. يعني وأنتم يمكن دريتوا أو ما دريتوا أنه كانت السماء زرقاء عدل بها بعض الشيء واللي الحين طبعتها دار بلاتينيوم لحدها ما نزلوها الجماعة لأنه على أساس الرقابة ما أفسحتها. فبالتالي يعني إسماعيل هو أوتوماتيكلي هو رقيب نفسه صحيح دائما يقطع اللي ما يعني يشوفه هو يشوفه. يعني أنت تحدثت عن باللعبون شامل من عندنا 260 صفحة من الكتاب الأول للكتاب الثاني. آسف أنا طولت. شكرا الله يعطيك العافية. مساء الخير. شكرا أخ فهد على الجهد الكريم المبذول في الكتاب. شكرا للأخوة الفاضل في منصة الفن الحديث. بس لعلمك لا يفهم فهد العمل الأخير لم يكن هو العمل كتب حديثا. آخر عمل أنجزه هو عمل أسود آخر. ما كانت الرواية اللي يدور حولها الحديث هو بعد هذا العمل. الرواية كانت مكتوبة بالأساس قبل ذلك. ولكن في الفترة الأخيرة يعني جرى حديث وكان عنده إحساس بشكل أو بآخر بالزهد من الحياة في الفترة الأخيرة لم يكن مقبلا. ولما دار هذا الرواية مكتوبة من زمان على فكرة وهذه الرواية تدور حول سيرة ذاتية له. بدأها يعني تبدأ بالسلبيات لكي تنتهي بالبهجة. ولما كنا ندردش فيها في حين هو ما كتب اسمه فيه وموجود شخصية موجودة موجود هو باسمه موجود خالص يدي الله يرحمه محسن موجودة مجموعة من الأهل الموجودين شخصيات هو ما كان كاتب اسمه الحق. ولما كان أكو حوار أكثر مرة يحصل يقول طالب أنا ما أحب أكتب مذكراتي لأن أنا بعدني حي لا مو بعدين اللي يكتبون ذكرات كان عنده وجهة نظر في كتابة السيرة الذاتية صحيح وما لم يكن مؤمنا بقضية كتابة السيرة الذاتية للكاتب نفسه ولهذا هو ترك.
الآن الرجوع لها هي رواية، هو يفترض أن تكون جزء من عمل نهري من صح التعبير. يعني هذا هو بدأنا في المنبع وسننتهي إلى المصدر، يعني أنا لسه في بداية، هذا عمل أول. ومثل ما قال الأخ أستاذ محمد جواد موازن، طلع عليه مجموعة من الأصدقاء كانوا معه وضد، هي بحاجة بالتأكيد بحاجة للاشتغال عليها فنيا. اسمحين يعني لا ينقصه شيئا الآن، هو مكتمل بحضوره، بأعماله القصصية، بأعماله الروائية، بأعماله المسرحية، مكتمل بحضوره الإنساني، مكتمل بعلاقات الإنسانية المتشعبة في العراق وفي الكويت وفي مصر وفي سوريا أينما تذهب. يعني تعرف الأستاذة ليلى عثمان كانت زميل درب مع إسماعيل، لذا حينما نفكر بطباعة عمل جديد إسماعيل، فإسماعيل خصوصا هو متوقع ماذا سيضيف هذا العمل إسماعيل. إن لم يكن يضيف شيئا حقيقيا للقارئ، أنا أعتقد يجب أن نتوقف عن ذلك، خصوصا أن إسماعيل بعد هذا العمل نشر أكثر من عمل، لو كان مقتنع فيه كان نشر. يعني الآن حينما نتكلم عن باللعبون، هو نشر بصيغة أولى وكانت متضخمة العمل، حدث صار بين نقاشات كثيرة مع الأخ خالد نصر الله، ثم عاد قراءته وقناعته في هذا العمل بأن شال منه حوالي 250 صفحة. إذن هو لو كان مقتنع في هذا العمل أو امتداده كان اشتغل عليه. لذا تبقى القضية قضية ورقة، تبقى القضية قضية صناعة. أنا شخصيا قرأت العمل ولا أرى داعيا لنشر هذا العمل، لن يضيف شيئا لإسماعيل. يعني لأنه هو أصلاً ما أقدم على نشر، لماذا إحنا يعني العفو؟ أنا ما قرأت يعني إسماعيل كان عنده خمس روايات، يعني في آخر جلسة مع إسماعيل قال ما عندي شيء أكتبه عشان كذي توقف، قلت طيب عندي خمس روايات أرجع لها. قال لي تعتقد؟ قلت له يعني أكو روايات مكتملة هي بحاجة إلى شيء من الرتوش. قال بس أنا نفسي تغير، قلت له حط هذا النفس الجديد على العمل. لم تكن هذه واحدة من تلك الروايات. نتكلم عن روايات مختلفة. للأسف أخو مازن هو أقرب الناس اللي يبحثون الآن في مكتبه، ما عثرنا على شيء. هل هو في زحمة التخلص منهم؟ هل هي موجودة ما وصلنا لها؟ ولكن يعني يبقى أنا أعتقد ما قدمه إسماعيل لا يرحمه للمشهد الثقافي. إسماعيل لم يكن يكتفي بأن يكون كاتبا، هو حضور إنساني كبير، هو شكل طاهرة، هو شكل وصل، هو شكل هذه العلاقات المتشعبة بين إسماعيل، سعة سر إسماعيل، إنسانية إسماعيل، قدرة إسماعيل على الوصول للآخر، حضور إسماعيل لدى ضمير الشباب الكويتي والعربي. أنا أعتقد كثير قدم إسماعيل وسيبقى. شكراً. أنا يعني يمكن عن تعليقي على الموضوع هذا، أنا طبعاً سألته على موضوع كتابة السيرة الذاتية، هو أجابني قال لي أنا موجود في كل رواياتي وأصدقائي موجودين في كل رواياتي ومذكورين. ويعني وجد أن الرجل يعني هذا موجود حقيقة وموثق في الكتاب أنه كان ما يميل إلى كتابة الرواية السيرة الذاتية. أما بخصوص هل إذا كانت موجودة تنشر ولا غير أو لا تنشر، أنا أتكلم وجهة نظري كناقد. أنا أستعرض معاكم ما حدث بعد وفاة محمود درويش، أن أصبح هناك في تكالب على أعماله، وتعرفون قصة الديوان الذي نشر بمعرفة كاتب الروائي أعتقد خوري رحم بالي والله الياس خوري، ونشر الكتاب من خلال طبعا إحدى دور النشر اللي أعتقد رياض الرئيس اللي كانت لا أريد بهذه القصيدة أن تنتهي. وللأسف هذا الديوان حظي بنقد كبير وبعدم يعني تأييد لنشره، لأنهم وجدوا بأن هذا الديوان لم يكن معداً للنشر أو لم يكن مكتملاً. فأنا وجهة نظري كناقد، إذا كان العمل فعلاً أولاً لا توجد هناك رغبة من صاحب العمل لنشره، إذا كان هذا العمل لم يكتمل، وكما ذكر يعني وفرح أن كان مؤجلاً لسبب ما، لم تكن هناك رغبة، هو طبعاً يبقى الأمر عند أصحاب الشأن. لكن أنا أعتقد تخليد هذا الكاتب من خلال أعماله التي نشرت وظهرت بحياته وظهرت
وصدرت ونشرت واشرف هو على بنائها من الـ من الـ من الالف الى الياء هي التي تستحق ان تسوق اكثر من غيرها. القضيه ليست تسويق، والا فاننا نبني تسويقا على وفاء، وهذا امر تصور الشخصي يسيء، وحاشا حقيقه ان ابو فهد يعني يصل الى هذه المرحله. ابو فهد انا معك ومع الطالب انه فعلا لا ينشر، لان ليش هو عند محمد الخضير؟ يعني ايش بيسوي فيه محمد الخضير؟ راح يكمله؟ راح يراجعه؟ يعني ما الروائي يقدر يكتب بنفس الروائي الحقيقي اللي كتب فيه. فانا افضل ان هذا يترك ذكرى. إيه أنا يعني بشير نقطة حق رواية إحداثيات زمن العزلة. هو كان يقول هذه مو رواية، يقول حتى لو أنا قلت إنها رواية، يقول هي لحظات تسجيلية أنا سجلتها في فترة الغزو. يقول من يقرأ هذه التسجيلية بهذا الضخم زين، يقول كان واحد يمكن غيري كان لا قال هذه أطول رواية عربية. يقول أنا شخصيا من قناعتي، وهذا مو بس بالكتاب ذكر، حتى في أكثر من لقاء ذكر هالنقطة. إذن هو الرجل عنده شفافية مع نفسه قبل أن يكون مع الآخرين، وهذا الشيء اللي احنا نتمنى أن أيضا يصل إلى الكتاب الشباب. أهم شيء أن الإنسان يكون عنده هذه الشفافية مع نفسه قبل أن تكون مع الآخر. كنا أثرنا جدل الحين على الموضوع هذا. أي تعقيب أو سؤال أو زي ما أنت عاوز تفضل. يعطيكم العافية. يعني أول مرة قاعدة أدور في وايد كتاب، وايد كتاب أقرأ لهم وأحبهم، أستاذة ليلى، أستاذ طالب، عمي أبو مازن. يمكن أنا أوكي قريت وايد من أعمال إسماعيل من إسماعيل. يعني أنا مواليد بعد الغزو، فما كنت أعرف شيء عن الكويت، أو في وايد أشياء ما عرفتها عن الكويت. اليوم قريت أعمال بعد إسماعيل، لما طلعت إن في جوانب متعددة مو موجودة أساسا في التاريخ الكويتي اللي نفسه على الصعيد الرسمي كثر ما يكون على الصعيد الروائي. تعطينا في تعددية أكثر، في تقبل الآخر، في نوع من أنواع التبرد على الواقع اللي إحنا قاعدين نعيش فيه. يعني حتى إحنا كشباب عرب مثلا بعد الربيع العربي، ما قبل الربيع العربي، إيش قاعدين نمر فيه. فيمكن حضرتكم كنتوا تتناقشون على مسألة الرواية تنشر أم لا تنشر. يمكن أنا ما عندي إجابة أو ما أعرف إذا لازم تنشر أو ما تنشر اللي يوافق بالأمور، بس ليش ما تعطون الجيل الجديد فكرة عن الأعمال اللي ممكن تطرح الواقع المغاير عن اللي إحنا ممكن نعيشه؟ يعني ممكن هذه الرواية اللي ما راح تنشر تكون سبب إنها يعني تعطي منظور آخر، تعطي أمل حق جيل قادم ممكن إيه يسوي شيء، ممكن كاتب ثاني أو يكملها. أكيد ما راح تكون بنص عظمة إسماعيل هذا إسماعيل الله يرحمه، بس يعني ليش ما نكتشف إن الممكن، أو ليش نعيش على ذكرى، أو مثلاً يكون في تكملة أكبر. يعطيكم العافية. يعني هذه كانت الداخلية. يعني أنا برد رد بسيط جدا، يعني مع جلال قدر أبو فهد الله يرحمه، درب الزلق نقدر نعيد كتابته مرة ثانية؟ لا. ليش؟ لأن لا كتبته ولا ولا أيضا متلقي ولا ثقافته، لكن مع ذلك هو يخلق، ما يزال هذا العمل القديم ما زال يخلق لدى المتلقي الجديد أيضا وعي. احنا اليوم اللي طالع درب الزلق احنا نشوفه مسلسل كوميدي، الان قاعدين نفهم ما يحدث في البلد، الاسقاطات الموجوده. ولذلك انا اعتقد الكتاب، طبعا انا ما قاعد اقول يعني امر، هذا طبعا وجهه نظري الشخصيه تماما، الامر يرجع يعني طبعا حق اصحاب الشان واللي لهم حق في ذلك. اذا الكتاب مجرد ان انا بطلع اصدار حق اسماعيل بعد وفاته، اذا أنا سأحاسب أمام التاريخ لأني اتخذت قرار نيابة عن إسماعيل. مساكم الله بخير. أنا يمكن ما حضرت من أول الحوار، لكن الحديث عن إسماعيل يعني ممكن تختار قبل أي وقت. بس يعني شوية إيضاحات عن الموضوع اللي هو دار حديث حوله عن الرواية الأخيرة. هي رواية كتابة سيرة ذاته، هو أبو فهد كتب سيرة روائية لذاته.
ومثل ما ذكر وفرح انه ما سجل اسمه حتى. انا بدايه معرفتي فيه اول ما اول لقاءاتي معه في المكتبه كان يقرا لي منها اجزاء، وبعدين انقطع عنها سنوات. وعرفت مؤخرا ان الاشخاص اللي تعرفوا عليه في السنوات الاخيره اخر سنتين ثلاثه بدا يقرا لهم منها مره ثانيه. انا عندي مشروع يعني ما بدات فيه، فقاعد اعمل بحث. واحده من اللقاءات اللي كانت في 2013 في معرض الكتاب كانت تحاول الاستاذ سعدي انتبه، سالته عن نفس السؤال، جاوب انه هو عنده مشروع ثلاثيه انه يكتب سيره ذاتيه. هو كان يقول دائما ان انا فاشل في كتابه السيره الذاتيه. يقول في اللقاء يقول كتبت منها جزئين تمام، لكن بعد وفاته ما لقينا الا الجزء الاول اللي هو مكتوب يعني في النهايه. من خلال بحثه ايضا لقيت احد الاشخاص مسوي معه حوار خاص مسجله، ساله ما بعد الصندوق الاسود شنو عندك؟ قال عندي فكرتين لكن ما بداهم. طيور التاجي كان يبي يختصرها، يبي يسويها، يبي يعني مو يختصرها هي نفسها، عنده فكره انه يبني عليها عمل صغير من خلال الشخصيات الاربعه اللي كانوا مسجونين في التاجي في السجن وكذا. الفكره الثانيه قال اللي هي اسمها صاحب النصيفه السيره الذاتيه. يعني هذا قبل وفاته بشهرين ثلاثه مو اكثر يعني. فهو كان عنده نيه انه يكمل هذا المشروع. طبعا مساله ان احد يكمل عندنا الكتاب هذه ما انطرحت ابدا يعني، وانصافا للجميع يعني لا استاذ محمد الطيب ولا استاذ محمد جواد ومازن لا يطرح هذا الموضوع نهائيا، بس هو محل الخلاف انه هل ينشر بشكله او لا ينشر. انا يمكن مع ابو مازن قلت له انا اساعدك في كل شيء الا اني انا اكون ناشر الاعمال، انا بكون بعيد عن اني انشر اي عمل يخص بالبريد او ما نشره. انا عندي وجهه نظري، وحتى ابو مازن عنده ايمان تام بالخطوات اللي هو قاعد يسويها. فبس حبيت اضع هذه النقاط ومشكورين. شكرا. تفضل. وبس بعدين أبرر أنت. أنا صار حديثنا عن الرواية هذه. أولاً أنتم ما يخاف قول بعد شوي، قول رأيك بعد شوي بعد الدكتور. قلبك مدروس أبو مازن. حديث عن تتناول من أي جانب؟ رجل أبدأ في مجال قصة قصيرة، رواية، مسرح، سيناريو سينمائي، دراما تلفزيونيه، رجل الخدم، حتى الجانب التربوي. اول لقاء لي معه كان في اواخر سنه 69، تعاوننا في تسجيل تبديليات تربويه تخدم المنهج الدراسي لما كان يعمل في اداره الوسائل التعليميه. ثم عملنا سويا في اداره النشاط المدرسي، وكان راجع النصوص التي تكتب لطلاب المدارس في جميع المراحل سواء ابتدائي او متوسط او ثانوي، وكتب بعض النصوص موجوده مطبوعه طبعتها اداره النشاط المدرسي. هذا التنوع لهذا الانسان نلحظه في ابداعاته في رواياته، يعني احيانا تجد الروايه اقرب الى السيناريو السينمائي. لذلك روايه مثل الشياع مثلا عمل عليها اربع او ثلاث افلام سينمائيه، وهذا راجع الى امكاناته ككاتب المنوعه، تعاون مع التلفزيون او مؤسسه الانتاج البرامج المشتركه سنوات، كان يقيم النصوص الدراميه وكتب بعض النصوص الدراميه. هذا الامتداد لاسماعيل فهد اسماعيل. الحقيقه انا يعني هناك فتره اتساءل عنها، هي الفتره اللي قضاها في الفلبين بحواراتك معه، هل انتج فيها؟ هل كتب شيء في هذه الفتره؟ هل كان حديث؟ لماذا يعني اختار الفلبين وعاش بعيد عن الوطن العربي؟ هذا الدكتور في جملة أنا اعتبرها يعني حقيقة هي شذرة مهمة حق أبو فهد. قال
سواء هو طبعا عن المكان هو الفلبين، ولكن انا اقدر اعممها على الاماكن الاخرى اللي كتب عن الكويت خارج الكويت. كان يقول كنت اكتب عن الكويت بعيدا حتى اراها اجمل، فكان يعتمد على مساله الابتعاد عن هذا الوطن بحيث انه هو يستطيع انه يرى بصوره مختلفه تماما عندما يكون هو عايش فيه. يعني حتى في مقوله عن الله يرحمه صقر رشود، يقول صقر رشود مقوله والله اذكرها، يقول يعني غاب او ضاق الوطن في صدر صقر رشود، او ضاق صدر الوطن عن صقر رشود، بهذا والله ما اذكر حاليا. فهو عكسها ان ايضا حتى الوطن، يعني حتى صقر رشود لم يضق بالوطن ولكن ابتعد فمات في الامارات في حادث سياره. فهو انتج هي السباعيه المعروفه في ذلك المكان، وكان رجل يحب ان يكون بعض كتاباته خارج الكويت مثل ما انا ذكرت انه كي يرى الوطن بصوره مختلفه. ومازن كنا عندك تعقيب. بالنسبة للفلبين يعني الحمد لله أنا كاتب عنها ليش سافر وليش تجيبهم بالي، بس بالنسبة للراعي المصير يعني أنا أسأل سؤال، أنا ما طرحت وجهة نظري أكثر مما يعني قال الراعي إيش؟ راعي النصيفة سالم. مثل الكويت، مثل الكويت اللي ياخذ النص نصيفه راعي. احنا بنعرف منو السالم لما يكون في خلاف على شيء، اذا حصلت على النص فانا بنعرف منو السالم. فهو اسماعيل دائما يقول من انا حتى تكتب عني، وين السيره الذاتيه، وين من هو اسماعيل فاسماعيل. وبالتالي اسماعيل فاسماعيل شو يقول؟ يقول عندما الكاتب يكتب سيرته الذاتيه خلاص يتوقف، لازم خلاص ما يقدر يكتب مره ثانيه. ولهذا يؤكد هو اكثر من مره بأن كل كتاباتي فيها جزء من سيرتي الذاتية، كل رواياتي. وأنا أعتقد نزلت مقالة في جريدة الفنون مناسبة العدد اللي كان عن إسماعيل فإسماعيل، وكتبت عن علاقة إسماعيل بأصدقائه. أنت ذكرت من ساعتك إسماعيل لا يمكن أن يكتب رواية إذا ما فيها شخص قريبين من صديقه. يعني أخذ طيور التاجي، لما أخذ الأربع شخصيات الأربع أنا أعرفهم عايشوا. وبالتالي إسماعيل فإسماعيل لما كتب راعي النصيفة هو كان ينوح عنها، ولو كان لم يعني هو لو كان لم يرغب بأن يأتي واحد خلفه ويطبعها أو يكمل عليها، يعني قصدي يطبعها وينشرها، لكان تلفها مثل ما تلف البقية. يعني أنا وجدت عنده مسلسل 60 حلقة، تعالوا شوفوا تلة يعني. هذا ينتظر زمن أن تتنفذ، والمسؤول عنها هو العنزي خلق العنزي زين، وكانت معدة لها كانت تلفها. النص الأخير اللي كتب إلى مركز جابر هو مع حمارة القايلة أو شيء من هالقبيل اسمه، على أساس تحمل التراث الكويتي هو لطيفة بطل. أما بالنسبة إلي أنا فلما أخذت لمحمد خضير هو للإطلاع فقط، لأن محمد خضير هو قريب من عدة في هاي الفترة، هو يتحدث عن وضعه سنوات الأولى من عمره. ولهذا أنا لازلت يعني أنا مقتنع، لكن لما بكرة أحط نفسي أمام الآراء التي طرحت، إذا كفت الرافضين ترجح لا ما أنشر، لأن هذه أمانة برقبتي. أنا اللي راح ألام، لا يعني هذا هذه صحيح. يعني شغلة جدا مهمة إنه مثلا يعني الحين ست ليلى وطالب وأنت ثلاثة، الحين ثلاث أصوات كانت غير راغبة. خالد تبع ما ينشر، لا خالد ما ينشر بمؤسسته، نزلها بدون ما تكون
كاملة وقول إن توفى بعد في هذه الفترة. لا لا هو أصلي يعني الحين المسؤولية تنشر شيء يمكن هو بغير فيه ولا بيعدل فيه ولا يعني المهم احنا امام آراء. زين انا اعطيك رأي الحين يعني انا واحد من الناس ادري ان ابو فهد عنده حوارات مبعثرة في مجلات كثيرة لو تساعدني وتجمع لي هالحوارات لانها نشرت بمعرفته وبموافقته. انت الحين انا ما بدك انا اتكلم كنا اقول انا ما بدك اشوف لك ايش كاتب انا بعدين من ينزل لا انا عندي حوارات انا راح ينزل كتاب وراح تشوف انا ماخذ مقتطف لك من الدنيا كلها ان شاء الله اللي ما يشرح انا لا جاي اقول لك قيل عنه وقال هو وروح شوف وشوف الشهادات اللي قالت عنه فان شاء الله يعني انا بس للاسف الشديد احيانا تلتجئ لك الواحد يعني في شخص كان وياي بالملتقى طلبت من عنده شغله انه راجع شوف خاف نسيت اسم ظل الاوراق عنده من 14 لحد الان 14 ما ادري عليه خليها على الله. قبل ما نختتم يعني الحوار الممتع انا بس عاوز اذكركم بالكتاب موجود هنا لمن يرغب وطبعا فهد ممكن يوقع النسخ. حاضر شاكر لحضوركم اشكر فهد شكرا لك ان شاء الله يعني نرى طبعه كمان ان شاء الله ان شاء الله شكرا شكرا.